لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. بعد وصول المنتخب الوطني المغربي التاريخي لنصف نهائي المونديال لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية والأمازيغية، قال المدرب الفرنسي هيرفي رونار ربان الأسود في المونديال السابق: منتخب المغرب منذ بداية البطولة وهو يقدم مستويات جيدة ضد منتخبات قوية على مستوى العالم، وبلوغ نصف النهائي لم يكن مفاجأة في هذا المونديال. أقدم التحية لزميلي وليد الركراكي، وكل ما يفعله مع الأسود هو نتيجة عمل وليس له علاقة بالحظ. أتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة ضد المنتخب الوطني الفرنسي. ويذكر أن هيرفي رونار كان قد تابع مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد البرتغال، وذلك في ربع نهائي المونديال، بعدما وعد قبل المواجهة بدعمه للأسود وزميله وليد الركراكي، حيث أوفى بوعده وحضر المقابلة ضد البرتغال. للإشارة، المدرب الفرنسي هيرفي رونار يحظى باحترام جميع المغاربة، وهو من المدربين الأجانب القليلين الذين أحبهم المغاربة بعدما قاد الأسود في المونديال السابق، وقدم رفقتهم مستويات جيدة رغم الخروج من الدور الأول.